بيقولوا ايه مشاهدينا الاعزاء؟ لازم تعيد النظر للشيء مرتين لكي تراه صحيحا، لكن انت مش محتاج غير نظره واحده بس عشان تعرف اذا كان جميل ولا لا. بس لازم تكون نظره يعني متانيه وسليمه. واحنا دايما من خلال برنامجنا صباح الخير يا مصر بنحب نقدم لحضراتكم استشاره تنفع في الجمال وابراز الوجه الجميل من اول نظر. يمكن طبعا بعض مشاكل بتصيب الجلد لدى الشباب والفتيات، النمش والكلف بتبقى مشكله كبيره. بالتالي الكلف اكتر عند الحوامل، بيجي في فتره الحمل. علشان كده بيهمنا من خلال الفقره اللي جايه اللي هيقدمها لنا الدكتور منير ويليام استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية، هيدينا مجموعة استشارات طبية علشان نتخلص من الكلف والنمش. هتسألوا الزميلة غادة عبد السلام والأسئلة أعدها زميلنا طارق عجمي، وإن شاء الله الفقرة تكون جميلة واللي بيشوفوها كلهم طبعا جمال. وصباح الجمال مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير وأهلا بيكم معنا وفقرتنا الأسبوعية فقرة الجمال والجلد. يمكن النمش من الأشياء أو العوامل اللي ممكن تكونها وراثية، ولكنها بتقلق الجنسين من الشباب سواء السيدات أو الرجال أو الفتيان والفتيات أيضا. وهذه المشكلة بيحاولوا يجدوا لها حل على مدى يمكن فترات عمرهم الطويلة، وما بتكونش لها حل نهائي. هنتعرف مع بعض على أسباب النمش وأيضا الكلف، وهو من الأمراض الجلدية المشهورة، ونصايح عامة هيقدمها لنا الأستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. صباح الخير. النمش يا دكتور أسبابه إيه في البداية؟ وهل هو وراثي فقط ولا ممكن أي نوع من أنواع التعرض لأدوية أو مستحضرات تجميل أو للشمس يؤدي إلى وجود هذا النمش؟ وهل له علاقة أيضا بالسن؟ هو النمش يعتبر حالة وراثية، والحقيقة في بعض أنواع من البشرة بتبقى أكثر عرضة للنمش. يعني الناس ذوي الشعر الأحمر دول معرضين جدا للنمش، وأيضا البشرات الفاتحة اللي ذات الشعر الأشقر دول معرضين للنمش. الحقيقة بالنسبة لعلاقة النمش مع السن، مفيش شك ان كل ما تقدم الواحد للسن كل ما البقع، هي البقع بتبقى موجودة لكن يزداد اللون بتاعها في الغمقان وتبقى أكثر في الوضوح. مفيش شك ان التعرض للشمس بيزيد من هذه الحالة، مصادر التلوث المختلفة، التعرض للشمس تزيد هذه الحالة، أيضا استخدام بعض أنواع معينة من الكولونيات أو البرفانات بتزيد من تكوين هذه البقع الجلدية. المكياجات، الإضاءات، دي كلها حاجات ممكن تزيد من شكل البقع المتكونة. لكن في البداية النمش وراثي ويعتبر من الحالات الوراثية. عكس الكلف، الكلف ده بنلاقيه أساسا ليه حالات جديدة جدا بتساعد على تكوينه. بداية الكلف المصاحب للحمل اللي بيكون موجود في أثناء فترة الحمل. في نوع تاني من الكلف ليه علاقة بتناول بعض أنواع معينة من العقاقير، زي أدوية ارتفاع ضغط الدم ممكن تعمل تؤدي لتكوين النمش، زي تناول حبوب منع الحمل ممكن تؤدي لتكوين النمش والكلف. أيضا الكلف ممكن يتكون من بعض الأمراض المناعية، يعني مثل بلاقيه مثلا في مرض زي مرض الثعلبة، شخص بناعي من بقع معينة فيها سقوط معين للشعر في أماكن محددة من جسمه، الشخص ده ممكن يبتدي يعاني من تكوين الكلف. أيضا بعض الأمراض، مرض بيصيب الكلى بنسميه مرض كوشنج، المرض ده ممكن يكون مصاحبه تكوين نوع معين من الكلف. ايضا كثرة التعرض للشمس ده بيكون من الاشياء المصاحب ليها تكوين الكلف. يبقى اذا اتكلمنا مع النمش والكلف، فالكلف مكتسب ليه علاقة بادوية وشمس وامراض، النمش مبدئيا ليه علاقة بعوامل وراثية وطبيعة تكوين جلد وتقريع تكوين شعر. يمكن في بعض السيدات والرجال أيضا في سن معين بتظهر أعراض النمش، مش بقى في الجسم كله أو في الوجه بصفة خاصة، ولكنها بتظهر في الأيدي، نلاقي ظهر الإيد مليان كده بنقط متنوعة ومنتشرة على شكل نمش. هل دي ليها علاقة بالشيخوخة مثلا ولا ليها علاقة بغذاء معين؟ بالرغم ان سيادتك قلت في كبار السن، ولكن احنا بنقول دي عوامل وراثيه بس مش بتظهر غير في سن متاخر. يبقى لا زلنا بنرجع لنقطه ان النمش وراثي، وبتلاقي في عائلات، ودايما دول زي ما انا قلت في بدايه حلقتي ان العائلات عائلات من ذوي الشعر الاشقر او من ذوي الشعر الاحمر والبشره الفاتحه.
نصايح عامة حضرتك تحب تقولها لنا خاصة بموضوع الكلف والنمش؟ الوصفة الأولى هي وصفة عصير الليمون. سيادتك لو أنا أخذت عصير الليمون ووضعته على بقع النمش أو الكلف يوميا وأتركها حتى تجف وبعدين أغسل مكانها بمية باردة، ده ممكن ماسك يكون ذو فايدة. الماسك الثاني بنسميه ماسك ماء الورد. سيادتك لو جبنا كمية من ماء الورد وجبناها مع مية أكسجين بحيث أن يكون كمية ماء الورد ضعف ماء الأكسجين وحطيتها على الأماكن اللي فيها هذا الكلف أو النمش ممكن تساعد كتير قوي إلى إزالة هذا الأثر. طبعا أتجنب أن هذا الماسك يوصل ناحية الشعر لأن لو وصل ناحية الشعر ممكن يفتح لون الشعر لأن مية الأكسجين نشيطة جدا، لكن بيكون كمية ماء الورد ضعف كمية مية الأكسجين. ده ماسك. في ماسك تاني بنعتبره اللي هو ماسك الشرش. لو سيادتك جبنا معلقة صغيرة من الشرش وضفنا إليها معلقة صغيرة من عصير الليمون وضفنا إليها معلقة كبيرة من عصير الفجل، هذا الخليط إذا أضيف ووضع على بقع الكلف أو النمش يوميا على مدى 3-4 أسابيع ممكن يدي تفتيح واختفاء لبعض حالات النمش. ممكن ماسك رابع نجيبه اللي نسميه ماسك عجينة التفاح. إن إحنا لو جبنا تفاحة وشلنا القشر بتاعها وطحنت حتى عملت عجينة وبعد كده بناخد هذه العجينة وبتوضع على الأماكن اللي فيها نمش وتترك لمدة 3 ساعة ويتم غسلها أهم حاجة بمية باردة لأن كل الماسكات اللي بتكلم عنها لابد من غسلها بمية باردة، أي مية دافية ممكن تؤدي إلى بقع أكتر. ده ممكن يكون ذو فائدة في علاج النمش أو الكلف. ممكن نتكلم على ماسك أخير اللي هي تركيبات تتعلق بنبات الصبار بطريقة معينة تؤخذ وتوضع على البقع الداكنة وبقع الكلف وبقع النمش ممكن تكون ذات فائدة إذا استخدمت على باستمرار على مدى 3 أسابيع أو شهر. شكرا يا دكتور. شكرا. أعزائي المشاهدين في نهاية لقائنا بنشكركم وبنلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم وفقرة الجمال والجلد. شكرا لكم وإلى اللقاء.